مجرد تكهنات، هكذا وصفت بكين تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية عن قدرات الصين العسكرية، والذي يرجح أن قوات صينية تتدرب على استهداف مواقع أمريكية في المحيط الهادئ. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن تقرير البنتاغون غير مسؤول، وقد أساء وضخم تفسير نوايا الصين الاستراتيجية. وأكدت الوزارة على أن الجيش الصيني أبدى اعتراضه في صورة شكوى رسمية قدمها لوزارة الدفاع الأمريكية. وجاء التقييم الأمريكي في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وبكين بسبب أزمة التجارة. البنتاغون قال في تقييمه عن قدرات الصين إن بكين تسعى لزيادة نفوذها العالمي بإنفاق دفاعي تجاوز 190 مليار دولار، وهو ما يفوق ما أعلنته بكين عن ميزانية تسليحها في 2017 بنحو 40 مليار دولار. ورغم تأكيد الصين على الطابع السلمي لتطويرها العسكري والذي يرمي إلى تعزيز والحفاظ على السلام العالمي، إلا أن التقرير الأمريكي جاء مخالفا لذلك، إذ أشار إلى أن الجيش الصيني عزز من تحركات قاذفاته على مقربة من دول حليفة لواشنطن.